برحب بحضراتكم مرة تانية. والبيت الكبير، الفقرة الأخيرة، فقرتنا الحوارية، ضفنا فيها واحد من الرموز الإدارية الرائعة في مجال الرياضة في مصر. هو الحقيقة لعب دور كبير في تطوير الرياضة المصرية بشكل عام، مازال بيحلم باستكمال هذا التطوير، المهندس شريف حبيب. مهندس شريف حبيب رئيس نادي المقاولين العرب السابق، اللي حقق طفرة الحقيقة رائعة خلال قيادة ذئاب الجبل، وأدار ملف احتراف أسماء كبيرة من أول محمد صلاح والنني بشكل أيضا فيه احترافية، نموذج رائع للإداري الناجح. باشمهندس أنا برحب بحضرتك ومنور البيت الكبير. أهلا بحضرتك يا فندم. منورنا يا باشمهندس، وأنا سعيد جدا بلقاء حضرتك، لأن أنا على المستوى الشخصي طبعا بحترم حضرتك جدا، بحترم كمان الشغل الإداري في مش هقول نادي المقاولين، خلينا نتكلم على شركة مقاولين، لأن احنا هنتكلم هل النادي بقى شركة ولا لا. منظومة منتظمة جدا على الشكل الإداري، احترافي بشكل كبير جدا، حوارات كتير، وصناعة الكورة والاستثمار في الكورة وعقود اللاعبين واحتراف صلاح والنني، كل دي ملفات هنفتحها مع حضرتك، بس نستأذنك نروح لتقرير ونرجع بقى نتكلم على كل اللي اتكلمنا عليه ونفتح ملفات كتيرة إن شاء الله. تقرير ونرجع مع حضرتك. تقلد في المنظومة الرياضية العديد من المناصب، منها عضوية اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية بمصر عام 2006، وعضوية اللجنة المنظمة لدورة الألعاب العربية بمصر عام 2007، وعضوية لجنة شؤون اللاعبين باتحاد كرة القدم، والإشراف العام على نشاط كرة القدم بنادي المقاولون العرب، وعضوية لجنة الأندية في اتحاد كرة القدم. إنه المهندس شريف حبيب. تخرج حبيب من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية عام 1977، وعمل منذ تخرجه في شركة المقاولون العرب، كما حصل على شهادات عدة في إدارة المشروعات وتطوير نظم دراسة العطاءات وتطبيقات التجارة الإلكترونية. تولى عدة مناصب قيادية بشركة المقاولون العرب، منها عضوية مجلس إدارة الشركة عام 2012، ورئيس قطاع الاحتياجات منذ أغسطس 2006، وكان المسؤول عن التخطيط والتنفيذ لسياسات وأعمال مشتريات الشركة داخل مصر وخارجها والأعمال اللوجستية، واشترك في تنفيذ وإدارة العديد من المشاريع المهمة في مصر والدول العربية، في مقدمتها مشروع مكتبة الإسكندرية الحائز على العديد من الجوائز العالمية. شغل المهندس شريف حبيب منصب نائب رئيس شركة المقاولون العرب، وكان من أبرز العاملين بالوسط الرياضي، حيث بدأ عمله في نادي المقاولون العرب عام 2006-2007، عندما تم اختياره عضواً بمجلس إدارة النادي برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وذلك بعد انتقاله للعمل بالقاهرة. ترأس حبيب مجلس إدارة نادي المقاولون العرب وحقق طفرة في قيادة ذئاب الجبل، كما تولى عملية احتراف محمد صلاح ومحمد النني في بازل السويسري وتشيلسي الإنجليزي باحترافية كبيرة من الألف إلى الياء. ولحنكته الإدارية والاقتصادية الكبيرة تم تعيينه محافظاً لبني سويف في ديسمبر 2015، ثم محافظاً للشرقية في أغسطس 2018. التقرير ده قال كل حاجة ولا لا؟ تقرير يعني نقول تقرير وافي الحمد لله يعني. لا، نجاح على المستوى الإداري بشكل أكتر من رائع، وأنا شايف إن في تدرج في المناصب الإدارية بشكل كبير جدا، يعني بتدي حضرتك أكيد خبرات كبيرة جدا، غير كمان الشخصية حضرتك، وغير التفكير، ودايما التفكير بره الصندوق. وانا كان تشرفت ان انا اتكلمت مع حضرتك وعندك افكار اكتر من رائعه. خلينا نبدا بسؤالنا عشان نخش، عندنا ملفات كتيره قوي. دايما بنتكلم ان كره القدم بقت صناعه، ودايما لما نتكلم لا بقت صناعه حضرتك ومنظومه حضرتك، شايف هل فعلا في
في مصر صناعة كرة القدم أو في منظومة يعني منضبطة لكرة القدم في مصر؟ هو هي بقت صناعة بس طيب. ناجحة أو مش ناجحة دي لها معايير عشان نقدر نحكم عليها بأرقام طيب. يعني أنت بتحقق لازم اللي ما تقدرش تقيسه ما تقدرش تديره يعني لازم تقيس حاجة عشان تعرف تدير أنا بتقدم ولا لأ. الشواهد كلها بتقول إن كرة القدم حاليا بتخسر. حاليا كرة القدم في مصر بتخسر. أعتقد الأرقام اللي هي باينة يعني يمكن أنا أقدر أحسب ميزانية فريق في كرة القدم من أرقام اللعيبة. أقدر أحسب وعارف الحقوق الرعاية والبس عندنا ليست قوية. فالأرقام فجوة كبيرة أعتقد معظم الأندية بتعاني منها. فده بيبقى معناها إن الصناعة بتخسر. ولذلك بتلاقي تملي في مشاكل في صرف المرتبات مستحقات المصاريف اللي هي دي ده دليل ان الصناعه ليست بتواجه مشكله وليست كما ينبغي لان هو احنا برضو ما نيجي نتكلم اي صناعه لها قواعد صحيح. يعني انا بقول لو واحد بيبني مصنع ففي لها قواعد بيعمل دراسه جدوى بيختار كوادر فنية على أعلى مستوى في جهات رقابية بتراقب عليها هيئة سوق المال في مساهمين في الكلام ده كله وبيبتدي يحقق نتائج رئيس مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة المكلف بإدارة الموضوع مع المساهمين إذا ما حققش بيقولوا له مع السلامة فكل حاجة بتبقى محسوبة صحيح. طب إحنا دايما صحيح. باش مهندس نتكلم عن إن إحنا عندنا إمكانيات بس لما نيجي عند الإدارة بنتوقف هل الإدارة عندنا بعافية شوية فيها مشكلة ولا إحنا عندنا مشكلة إمكانيات ومشكلة إدارة في نفس الوقت؟ هي الإدارة هي اللي تخلق الإمكانيات. الإدارة هي اللي بتخلق الإمكانيات. الإدارة تقدر أنا تملي أقول الإدارة الجيدة تصنع الفلوس صحيح. طبيعي إنما أنت لو عندك فلوس وعندكش إدارة جيدة هتحقق خسائر فالتركيز على الكوادر الإدارية في كرة القدم مهم جدا. أنت عندك عناصر في كرة القدم أساسية بتبتدي في نادي مكون في النادي ده في مساهمين المفروض أو طبيعي يعني في بنية تحتية بستثمرها يعني ما نقف عند البنية التحتية دي يمكن تملي انا اللي شجعني ان انا اقدر اجي هنا انك انت عشت 15 سنه فتقدر افهم القصه يعني كلها وشفت الفرق قد ايه مفهوم الاستاد الرياضي اللي هو يحقق عائد استثمار غايب عندنا شويه كتير ده حقيقي يعني حقيقي. احنا دلوقتي لما نقول اي استاد او اغلب الاستادات في مصر مش ممكن تحقق دخل وهي بتستخدم لحاجة واحدة لا بتستخدم مباراة في الأسبوع كل التنين وحاليا دلوقتي من غير جماهير حتى لو بغير بجماهير لا ده الاستاد ده منشأ له فكر في كل مكان يعني أنا مش بعمل استاد ينفع هنا وهنا وهنا لا المكان هو اللي بيخليني أختار هذا الاستاد لذلك أنا كنت يعني ده عنصر مهم جدا لأنك بتحط مليارات دلوقتي عشان تعمل استاد حقيقي فمش ممكن الاستاد ده ما يجيبش فلوس عائد ففي ناس بتبني استاد في مكان عشان تاخد تحط عليه اسمها وتحقق دعايه وهو عارف ان القيمه التسويقيه هيقدر يجيب ثمن الاستاد صحيح ان الفريق اللي هو بيعلن عنه ده او بنتكلم على الاليانس ارينا فور اكزامبل عندنا استاد الامارات يعني دي دعايه انت حضرتك بتتكلم على موضوع مهم جدا دخلتنا سريعا في موضوع الاستثمار في كره القدم وازاي يكون الانديه عندها موارد هو حضرتك انا ما هي عمليه الاداره متكامله لازم هتمشي كده يعني حضرتك بتعمل شركه او مصنع بتعمل له اداره جيده صحيح يعني انت حضرتك انا تملي لما بروح زور بره بتلاقي ببص على البنيه التحتيه اكتر ما يعني اخر حاجه ابص عليها المباراه بتلفت نظرك كيف يستثمر كيف يستثمر هذا الاستاد على مدار السنه كلها يعني انا شفت احد الاستادات 365 يوم في السنه بيجيب فلوس
في ماتشات مش بس ماتشات. مش بس الاستاد لحضور المباريات، لا 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 خالص، بيستثمر في اشياء تانية. فالاستاد ده فلسفته واللي بيتبني فيه بيراعي المكان، بيراعي السكان، بيراعي المزاج، بيراعي كده، لان في اجزاء تجاريه ليست يعني مش كرة بس. انا استاد دورتموند فيه 35 ستور، ال 35 ستور ده مخصص لملابس رياضيه، عندهم 14 ريستورانت ده زي الفود كورت مخصص للاكل، عندهم كمان حاجه في الاستاد ان هو على مدار السنه بيبقى لو ما فيش كوره لا ده بيبقى بيعملوا مسرح، بيعملوا حفلات داخل الاستاد. كل دي موارد زي ما حضرتك بتقول ان الاستاد مش استاد كوره بس، لا ده انت ده بروجكت انت بتعمله عشان يطلع لك فلوس. ويعني بركز على نقطه ايه، ان الديزاين اللي اتعمل ده ما ينفعش اعمل له كوبي وبيست في حته تانية. ده حقيقي، لا ده في انا عندي جمهور ده له مزاج تاني. الاستاد ده منشا سياحي صحيح، بيدر دخل كوره دلوقتي انا ما ببصلهاش انها هي اللعيبه اللي في الملعب، لا ده بتدر دخل قومي، بتدر سياحه. يعني احنا ما نشوف الناتج 2018 19 في انجلترا ضافت للناتج المحلي 10 مليار دولار، توازي في بلاد صغيره بميزانيه ثلاث دول. ده ناتج المحلي لكره كره القدم، صناعه كره القدم اضافت للناتج المحلي في انجلترا. في السنه دي برضو تقريبا انديه الدوري البريمير ليج حققت 6.7 مليار دولار دخل، بنتكلم في ارقام كبيره جدا. رغم انا برضو عايز التجربه دي عشان نبص عليها، سنه 92 انجلترا كانت بتحقق خسائر قبل ما ننتقل للنقله بقى، تقول احنا الكره دي تبقى صناعه. لازم نعمل، جابوا خبراء، وده انا احب الكلام ده، جابوا خبراء بقى كده وحطوا في الكلام، ما ينفعش ان احنا نستمر ونتقدم بهذه الخساره. فابتدت رابطه الانديه المحترفه، جابوا ناس على اعلى مستوى علشان يخططوا كيف ننقلها النقله. فتبص تلاقي ابتدوا مثلا بنص مليار كل سنه، بيجي رئيس الرابطه او الناس عندهم اهداف طبعا، انا لازم احقق، لان هون زي ما انت عارف الفرق كلها بتاخد فلوس، يعني وبتاخد فلوس على حسب مكانك في الجدول، حتى اللي بيهبط بياخد فلوس، ده اللي بيهبط ياخد فلوس، واللي صاعد واللي صاعد بياخد فلوس، بياخد حوالي يعني بتتكلم مليار جنيه مصري، اللي هو بيطلع من الشامبيونشيب يوصل للبريمير ليج بيدوله فده بيدوله. ما هو ده كله مش هيجي الا بتخطيط ودراسه صحيح. لان ده بيخلي منافسه قويه. يعني حضرتك تلاقي مثلا الدوري الانجليزي انا بحب اتفرج عليه، كل الانديه عندها جماهير، كل الانديه بتستثمر. عندها قوه. يعني انت مثلا بتتفرج على ليفربول وهو الاول بيلعب مع اخر الدوري، لا ممكن يتغلب وفرق على مستوى قوي، بتتفرج عليه وهو فريق الاخر في الدوري ده في بلده، الملعب مليان بيشجعه صحيح. ما بيشجعش غير ليفربول صحيح. فهو ده هي الصناعه المتكامله دي، يعني كل عنصر فيها له نقطه تدرس. يعني برضه ما بقول، لو انا بقول على اقتصادياته برضه 2018 2019 كره القدم في انجلترا اضافت عن 100,000 فرصه عمل ثابته غير اللي هم الموسميين. ده على المستوى ده طبعا على المستوى الاجتماعي، انك توفير او عدم او البطاله بتخش في مشاريع كبيره جدا وبتخش في مكاسب كتيره جدا، يعني ده واضح. يعني اللي انا عايزه اتكلم فيه ان احنا لحد دلوقتي لسه يعني واقفين. حضرتك يمكن ذكرت برضو موضوع مهم جدا وكنا بنتكلم برضو فيه في فقرة الأخبار، موضوع رابطة الأندية. النهاردة حضرتك عندك رابطة أندية غير مفعلة في اتحاد الكرة، ليها إيه؟ ما فيش لسه رابطة أندية، لا بس هي موجودة أفتكر، بس غير مفعلة في الاتحاد، مش رابطه الانديه، اسمها غير كلمه رابطه الانديه، لجنه الانديه، بس دي ملهاش صلاحيات، لان هي بتطلع قرارات او توصيات تتعرض على اتحاد الكوره يقبلها يرفضها. لا، اللي رابطه الانديه المحترفه هي برضو، انا برضو يمكن لو احنا درسنا تملي ندرس الناس وصلت الكلام ده ازاي، ما يعني ابدا من حيث انتهى الاخرون. هم ما جم سنة 92 برضو في انجلترا قالك
لا في مجموعه انديه ما ينفعش تلعب مع الانديه الثانيه خلاص، فطلعوا ال20 نادي دول حطوا كرايتيريا اللي هي على اساسها مقاييس معينه، المقاييس المعينه اللي هي او المعايير لنادي يبقى محترف وينضم للبريمير ليج، فطلعوا دول بتدير المسابقه لا اللي هم يبقوا يستحقوا انه يكونوا في البريمير ليج يعني بالظبط كده، اللي هم المستوى اللي يصعد والمستوى الثاني يبقى اقل وهكذا. فابتدوا من هذا لما اتعملت رابطه الانديه المحترفه فكلهم قريبين من بعض عايزين ينجحوا يكسبوا. ما فيش واحد يعني برضو زي التصنيف عندنا في المقاولات او في الهندسه، في شركه مع يعني مقاولين العرب شركه مصنفه درجه اولى. ايوه طب ومعروفه، ما ينفعش انا اخش في منافسه مع شركه لسه باديه، الفرق كبير في العالم كله مش احنا كده يعني. فلازم التصنيف يكون متقارب علشان الفكر حتى الامكانيات، فتقدر تعمل مسابقه فيها قوه. فرابطه الانديه المحترفه هي اللي تدير، اتحاد الكوره ملوش دخل خالص في لجنه او الحكام كلها برضو محترفة ومستقله صحيح. في بقى جوه الاتحاد بقى اللي هو الاجهزه اللي هي انا بقول حتى لو طورنا لو طبقنا دوري المحترفين لازم اجيب مدير لجنه مسابقات اشتغل في دوري محترف زي ده بتاع تسويق، لا مانع نتعلم. الحقيقه كان في حوار انا سنه من 2005 2006 بنتكلم في الكلام ده يعني ما اتحركناش خالص وعدى عليا. احنا ما اتحركناش خطوه، هو ده الغريب يا باشمهندس. ما هو ده الغريب. بعدين كان وقتها ما نجيب الكلام يقول لك احنا نجيب واحد يدير المسابقه عندنا، احنا عندنا خبرات. اقول له طيب ما احنا عندنا مدربين، ليه بنجيب مدرب اجنبي؟ بالظبط. ما احنا عندنا مهندسين، بنجيب مهندسين اجانب من بره، لا مانع. الدول بتعترف تقول انا عندي في الحكايه ابدا. وانا شايف ان الاحتكاك مع الخبرات يعني طبعا رابطه الانديه المحترفه في انجلترا او المانيا او ايطاليا حاجه قويه طبعاً. جدا. اما اجيب منهم حد واحط يعلم لي ستاف كامل يعني كتير من المدربين. النادي الاهلي ما عدا كلام حضرتك كابتن حسن حمدي لما كان برضو من فترات طويله بنتكلم على الانديه المحترفه وجاب فعلا حد من الرابطه الانديه الانجليزيه موجود النماذج كتيره، فكان عمل محاضره طويله. بس يعني دايما احنا وكلمت مع حضرتك احنا ليه عارفين السكه وما بنمشيش فيها، يعني دايما احنا عارفين يا جماعه الصح في الحته دي مستنيين ايه يعني القصه كلها عارفين بس المشكله انك يعني احنا عايزين مع حضرتك النهارده بنحط ايدينا على سلبيات ونحط ايدينا على ملفات كتيره جدا، وحضرتك من خلال طبعا تواصل مع حضرتك عندك حلول للكلام دوت. نفسنا الكلام ده يوصل للساده المشاهدين والمسؤولين عشان نبدا كمان اكيد يا جماعة وصل للمسؤولين يا كابتن هاني. يعني بعض المسؤولين خلي بالك ما بيكونش هاني عندهم اكيد وصل للمسؤولين. لا مش لا كلهم اكيد لا انا هقول لحضرتك حاجه أيام. هو الاول بنحط بنقيم الوضع اللي احنا فيه، انا مبسوط بيه ولا لا؟ هو ده السؤال. طب قيم لنا بقى دلوقتي اول حاجه. في ناس ممكن تقول لك احنا كويسين ده احنا مفيش يعني هيبقى في مشكله كبيره جدا اللي هي مقاومه التغيير ده في اي حاجه مش في كره القدم بقى. انما في ناس هتيجي بقى لا تعالوا بقى احنا كويسين ولا وحشين ليه؟ ايه المعايير ان انا كويس ولا وحش؟ صحيح يعني صحيح. هي مش مساله بالاحساس، انا كويس لان انا بكسب الدوري ومش عارف ايه. مين قال انك كويس؟ هل انت بتحقق التارجتس بتاعتك؟ بتطلع كل سنه كاس العالم؟ عندك كم من اللعيبه المحترفين زي البرازيل وزي دول شمال افريقيا والكاميرون، شوف كم واحد من الكاميرون ونيجيريا اعداد كبيره. هل احنا كويسين؟ يبقى هتحط الكرايتيريا دي او تحط المعايير والمقاييس هتطلع في النهايه انا كويس ولا وحش. انما احنا بناخدها جلوبال كده او عام احنا كويسين ولا لا، هي مش فصال. اول حاجه تعترف انك انت عندك قصور زي الواحد اللي هو حس انه مريض وبيقول انا هروح للدكتور، فالدكتور هيقول له اعمل تحاليل. انما لو راح للدكتور قال له انا ما بشتكيش من حاجه هيقول له اتفضل روح جاي ليه. صح بالظبط. فلازم اول حاجه ولازم يكون في اراده للتغيير، اراده بقى جايه من جهه بتقول لا احنا لازم نغير خلاص
الكلام ده ما عادش ينفع. وهو ده اللي حصل في معظم الدول. يعني كان برضو تجربة أنا بقول في دولة عربية اللي هي الجزائر، وكنت قعدت كنت في شغل هناك وشفت الاتحاد شكله إيه، ورابطة الأندية المحترفة ورابطة الحكام، عايشت ده. فبصيت عليهم لقيت هدوء، فجبت انتوا عملتوا ايه؟ قال لك احنا دورنا على النظم القريبه لنا، خدنا فرنسا فرنساوي علشان احنا بنتكلم فرنساوي الأقرب. وخدنا كل الكتب دي وترجمناها، بقت نص عربي ونص فرنساوي، واشتغلنا كل شويه بنعمل عمليه تغيير، ابتدينا من النموذج، وده احسن حاجه طبيعي. واحنا كاتحاد نهتم بالمنتخبات فقط، نبنيهم في فندق، نستثمر في فندق. فلذلك قعدت فترة جزائر كل سنة بتطلع كأس عالم. طب حضرتك باشمهندس شغلت مناصب إدارية كتيرة جدا، ومناصب لها علاقة بالرياضة أو ملهاش علاقة بالرياضة، وأنا مقتنعة يعني أنا ما أعرفش، بس أنا متأكدة أنه حضرتك أكيد يعني أكيد ناقشت ده وطرحته، وكان ليك ورقة أكيد عرضتها في يوم من الأيام. ليه لحد دلوقتي برضو متوقفين؟ يعني ليه المسؤولين النهاردة منتظرين إيه بالظبط؟ إيه اللي يحصل علشان يتم هذا التغيير؟ هو اللي أنا بقوله ده أنا مقتنع أن حضرتك في عدد كبير، وهتلاقي ناس كتير عارفاه أكيد، بس تملي لازم في قوة في أن أنا يعني حد عنده الباور. لا هنبتدي نصلح خلاص، في برنامج زمني هنبتدي فيه. إحنا النهاردة لغاية من زي ما بقول لك من سنة 2006 مش شايف قدامي، مفيش أي حاجة إيجابية، ما حصلتش. إحنا النهاردة بل بالعكس كمان، مع أقطع كلام حضرتك، يمكن في كمان ملفات ظهرت في الساحة مستجدة بالسلب مش بالإيجاب، يعني زودت عقدت الأمور. أنت عارف لو سألت أي واحد إحنا ليه ما منطبقش دور المحترفين، مش هتلاقي إجابة. وعدت سنين انا كنت موجود، وكل سنه يقولوا السنه الجايه واحنا عيننا الملاعب، ومحدش بيتكلم، محدش بيتكلم على الحاجات دي ليه، محدش بيتكلم على عنصر. يعني انا مع يعني مفروض بره بيفرض بيقول مثلا انت لك عقود، يعني طبعا تقدر تعمل عقود بالرقم ده تبقى لميزانيتك. انما ما ينفعش انا مثلا ميزانيتي 10 مليون وعامل عقود ب 50 مليون، يبقى في حاجه غلط. وما بيدكش تصريح كمان يا باشمهندس. يعني انا في المانيا يعني عشت تجربه شويه مع كازا لوتن، كان في شويه مشاكل ماديه، فقال لك بيراجعوا الملفات، وبيقول لك النادي يعني انت لو عامل عقود ب 700 مليون في السنه، انت لازم ال 700 مليون ده لازم يكونوا موجودين الاول في البنك قبل ما تبدا السيزون، يبقى انت مأمن عقودك ان مفيش حاجه تقول لك اصل لا يعني حصل خلل حصل او بتقول في كاش فلو في كاش فلو مثلا، يعني انا ليا مستحقات هتجيلي في التأكيد، يعني بتثبت انك تملك هذا المبلغ من عقود اللاعبين. فعشان كده بيدي حضرتك ورقه انك انت مرخص ليك انك تلعب في البوندسليغا. الورقه دي موجوده في مصر؟ يعني في انديه بتبقى يعني انت ايه الشروط اللي تبقى موجود فيها عشان تلعب في الدوري في مصر؟ يعني لو ما هو المفروض انا لو رحت لاي دوري محترف هتلاقي فيه معايير، مش جديد يعني، احنا مش بنقول حاجه جديده، معلنه طبيعي. وتقدر تعرف يعني في انديه مثلا بتحقق خسائر بيدوهم نوتس كده او تنبيه، خدوا بالكم الخسائر دي لو ما عوضتهاش انت ممكن تنزل، او مش هنسمح لك انك تكون موجود لانك انت مش قادر تقدم. زي بالظبط كده، مش في الكوره ده والنشاط زي المصنع، لو في مصنع بيحقق خسائر هيتراكم عليه الديون المفروض وهيقولوا له محدش هيتعامل معاه، يعني في وبيعلن افلاسه او الكلام ده. انما في بيبقى وفي عندنا مثلا المصانع، في هيئه سوق المال بتراقب عليهم، وفي هيئه التنميه الصناعيه، الجهات اللي بتراقب، مش دي كلها جهات بتراقب على المصنع؟ رغم ان المصنع ممكن قطاع خاص. لا، في بعد انك ده اقتصاد دولة. لذلك برضو هتلاقي حضرتك انك تبيع نادي في انجلترا، انا اعتقد في جدل دلوقتي على كريستال بالاس مش عايزين ان هو يتباع، لان بيراجعوا شروط البيع ومين اللي هيشتري، لان ده بيعتبره احد الاسيدز او الاسيدز الاصول بتاعت الموضوع.
يعني مثلا لو جه واحد قال انا هشتري برشلونه واعمل فيه اللي انا عاوزه، هقول له لا، ده برشلونه ده قيمه جوه مثلا اسبانيا بيمثل سياحه لا وسياحه وموضوع تاني كبير يعني حضرتك صح اكبر من بيلاقي ناس سياح ما بتحبش الكوره جايين تشوفوا بس نادي اسمه برشلونه صح جايين يشوفوا ميسي يعني هو مش بيحب الكوره بقى ميسي جزء من المدينه مش جزء من برشلونه نادي اللي بيلعب فيه احنا هل احنا عندنا ضوابط في هذا هل انت عندك ضوابط في عمليه البيع والشراء مين يقول اه مش مهندس بكل صراحه ايه سلبيات اتحاد الكوره في السنين اللي فاتت وما بعد هو انا شايف ان هو يعني اولا طبعا بنيجي جمعيه عموميه نظام الانتخابات انا بقول عندنا لا يفرز الافضل نظام الانتخابات لا يفرز الافضل في حاجات كده في كره القدم في بدليل ان ممكن جدا شخصيه معينه الناس كلها بالعامة كده اما تطرحها يقولك رافضينها وتلاقيه هو هينجح لان دي لها يعني المعارك الانتخابيه والشكل الانتخابي بيبقى يعني اقدر ما بين قوسين للاسف ما بيكونش بمعيار الكفاءه بمعيار البرنامج اللي متقدم بشكل مميز بيبقى في معايير اخرى ودي هتجرنا يا باشمهندس للحاجه لان بيبقى في مثلا انديه محتاجه دعم معين ما بتلاقوش فده بيبقى باب لانك انت يعني دخلنا بباب ان الانديه محتاجه هي مع احترامنا للجميع ما ينفعش مثلا نادي اهلي زمالك اسماعيلي مصر كده ويبقى صوته زي بركة الشباب يعني غير ما فيش توازن يعني خالص لا جماهيرية ولا قيمة وكده بالإضافة إلى أن مع احترامنا برضو للجميع وأنت بتقول بيجيب مجلس إدارة يقول إحنا متطوعين يعني لا هو كده ملوش يعني مجلس الإدارة ده هو طبعا بشكل تطوعي رسميا متطوع أو ما بيقبضش فلوس ما بياخدش مرتب لا مفروض طب كيف ازاي اتحاسب ما ينفعش انا ادير هذا الكلام ده كله وانا هاوي لا انت لك ضوابط ولك حاجه تارجت مطلوب منك وزي ما لو انت فصلت هل احنا في اتحاد الكوره اي اتحاد جه تحاول تشيل منه الدوري الممتاز ما يرضاش بمعنى ان هو مش مسؤول عن تنظيم البطولة طبعا هي دي اعتقد هي دي بيت القصيد في عدم تطبيق دوري المحترفين المنتهى الصراحة يعني بتتكلم على العائد المادي اللي جاي من الدوري هو ده اللي بيبقى العين عليه بمعنى صح خلينا مع كل الميديا يعني هو ميديا كل حاجه بس هو تلفزيوني سبونسر جاي بفلوس كتيره بس يعني هتاخدنا تاني للحته ان هو هنرجع تاني للاداره حضرتك شايف هل اللي ممكن يدير خلينا نتكلم في نادي على مستوى النادي او مستوى اتحاد الكوره وهو هو لازم يكون مارس كره القدم عشان ينجح ولا حضرتك شايف ان موضوع الاداره ده مختلف تماما عن انك لازم تكون تمارس المهنه او تكون عشت او لعبت كوره يعني. في العالم كله الاداره حاجه والجزء الفني حاجه يعني في العالم كله لان الاداره لها نظم معينه ملهاش دعوه بالفنيات طب بتجيب واحد تكنيكال زي مثلا انت بتدير اي مؤسسه كبيره بالتاكيد انت ما تفهمش في كل حاجه ده حقيقي بس احنا عندنا النظام التكنوقراط ده مطلوب يعني راس كله متخصص يعني في المجال يمكن عندنا تجربه شخصيه والدي الله يرحمه هو من افضل الناس بشهاده الجميع كاداره للكوره وفي نادي غزل المحله والطفره وكده هو ما لعبش كوره خالص وكان يعني دارسها كويس وعاشق لها وقدر يخليها استثمار وقدر يخليها صناعه اول من تكلم عن الاحتراف كان محله اول من تكلم عن ان في عائد تلفزيوني او في دعايه الكلام ده كانت سنه كام في اواخر الستينات يعني اواخر الستينات ولد حضرتك كان مسؤول كان في الفكر ده الفكره ان كمان الغزل المحله وحضرتك قلت لي انه كمان فكره ان احنا لو وصلنا على المستوى الافريقي ده ماركتينج وانه بيعوض حته التسويق للمصنع بفرقه كوره يعني ده فكر ده فكر يعني التجربتين اللي كان لهم فكر اقتصادي
غزل المحلة في بدايته، لأن قال لك الوالد الله يرحمه قال لك إيه، إحنا هناخد ميزانية الدعاية، فريق الكورة ده هيجي وقت هيتزاع مباراة فيها ساعة ونص، بيقولوا غزل المحلة أنت بتدفع كام في الدقيقة في التلفزيون، هيجي وقت إن إحنا هنطلع نلعب بره باسم غزل المحلة. وراحوا روسيا وراحوا دول عربية وخلافه. غزل المحلة يمكن من الفرق أو تقريبا الفريق الوحيد التابع لشركة وجماهيري، مفيش فريق في مصر كده والجماهير تعشقه حتى الآن، الفريق الوحيد في مصر اللي هو يتبع شركة وجماهير، فريق أو أكثر جماهيرية من فرق تتبع بلاد. يعني التجربة الثانية كان المقاولين العرب، لأن المقاولين العرب دخل إفريقيا بكرة القدم، كان له هدف انه يتواجد في افريقيا برضه على مستوى الماركتنج، على مستوى على مستوى الدعايه للشركه طبعاً. فقالوا ان النادي لما بيلعب في افريقيا فهيتقال اسم النادي مرتبط بالشركه، فدي دعايه للشركه طبعا. انت حضرتك حتى في مصر هنا في بلاد كتير في افريقيا او صحيح. احنا ما سمعناش عنها او الشعب بشكل عام حفظها من الكوره، اتعمل فيها دوره اهلي او زمالك او اسماعيلي او راح لعب فيها، فبقت الاسم معروف وعرف معلومه. كذلك كده المقاولين العرب بقى كان في الوقت ده يعني عمل طفره فكره، عثمان بيه وحسين بيه وكل العمالقه بتوع المقاولين، احنا هناخد الدوري. واحد حد بيقولك احنا تخيل ان في واحد هو ده بقى الفيجن بقى اما يقول احنا هنعمل فرقه كوره، انت ما عندكش حاجه، وهناخد الدوري وهناخد كاس افريقيا. انا سمعتها كل الناس يعني كلام برضو ايه يعني يا فلان يعني بالراحه كده يعني الواحد بعد اربع خمس سنين ياخد الدوري وياخد كاس افريقيا وهو لسه ما لعبش دوري، قصه كبيره قوي يعني. فلذلك كان في مقوله مشهوره اسماعيل بيع عثمان ربنا يديله الصحه اما كان في افريقيا فسمعوا شركه المقاولين العرب فقالوا له يا هو النادي اشتراكه؟ يعني النادي افتكروا ان النادي اشترى الشركه. قال لهم لا ده النادي ده تبعنا. فطبعا كان شاف قد ايه قيمه، شاف قد ايه الناس بتستقبل المقاولون العرب عشان النادي. الجيل اللي صنع ده اول محترفين افارقه حضروا مصر من خلال المقاولين العرب وكانوا سوبر ستار وعلى اعلى مستوى، انطوان بيل وعبد الرزاق وخلافه، فكان كلهم، فكان الفكر سابق. هو ده الفكر الاقتصادي، انا بصرف فلوس العائد بتاعه في مردود له كويس، عارف انا جاي لي عارف مردودي يعني مردودي. في احيانا جدا ببقى هدفي اقتصادي بس غير مقبول في اي احوال، مفيش حاجه في الدنيا بتخسر وتستمر يعني او تكبر. صحيح. تابعت ازاي موضوع الكؤوس اللي ضايعه من 2013 والنهارده توقيتها اللي اتفتح فيه، تابعته ازاي؟ هو ده بيعبر عن الاداره اللي هي مش جيده. ليه؟ لان المفروض في الدنيا لو في نظم اداريه في ناس بتستلم في طرق. ما حضرتك ما كملتليش موضوع سلبيات اتحاد الكوره في السنين اللي فاتت، يمكن انا مش عايز اقول، انا عايز اقول او متحفظ يعني يعني حاسك متحفظ شويه بشمهندس. تقديري ان هم الكيكه بتاعه الدوري اتحاد الكوره، انا سمعتها من احد رؤساء اتحاد الكوره قال له عندكم في مصر مش عايزين يسيبوا الدوري لان هو ده الكيكه، كلام واضح. انما احنا اتحاد الكوره ملوش دعوه بالدوري خالص، اتحاد الكوره له منتخبات بس، تنظيم بطولات وخلافه. فقال لك فبيشتغل بقى بعيد خالص، انا المنتخب عايز اوفر له يعني مثلا كان وقتها واخد دعم من الاتحاد الدولي فيبني فندق بيجيب شركه فنادق عالميه وياخد منه ايراد، بيعمل مركز معسكرات بيعمل وهكذا، انما سايب بقى دوري المحترفين انتوا مع بعض برئيسه اعملوا اللي انتوا عايزينه. فهو شال نفسه من الحكام، ما بقاش هو مالوش عليه خالص الضغوط والحكام والحكم ده غلط وبتاع، لا في لجنه حكام محترفه كمان، ودي محترفة. نقطه مهمه محترفه ما بين قوسين انها محترفه. طب لو حضرتك عندك الفيجن ده طب ما تقدم لرئاسه اتحاد الكوره، ليه لا؟ إيه؟ لا لا انا ما ليه لا؟ انا هقول لحضرتك اصلا انت عارف المشكله ايه يعني احنا لسه بنقول والناس ولازم تشتغل
ما هو احنا وهنرجع للكلام ده، حضرتك كادر عظيم وفي كوادر كتيره جدا، ولما يكون اكتر من كادر واكتر من شخصيه زي حضرتك يعني عارفه بالظبط الطريق، ويبقى عندنا مرشحين ثلاثه بنفس المستوى، اكيد ده عائد كويس على الكره المصريه. هو ما ينفعش الا مجموعه بتفكر بتفكير واحد وتخش الكلام ده. تمام. يعني انا اصلا زي هنرجع تاني في الانتخابات، انا بقول لك لو دخلت انتخابات مش هنجح. لو دخلت ليه بتقول كده؟ لان انا لا اجيد لعبه الانتخابات. مش مش هينفع اعمل مجموعه يا باشمهندس، مجموعه من الكوادر اللي حضرتك عمليه صعبه. انت شايف ان الموضوع صعب؟ لا جدا حاليا صعبه، هي لا زالت. انا ولا اقدر اقول لك مين اللي هينجح ومين، يعني الموضوع طالما انت، انما انت بقى لو جيت قلت في رابطه انديه محترفه عايزين رئيس رابطه، لا القصه اختلفت. لانك بتتكلم في ايه، في 20 واحد، 20 نادي مش 300 و200 والكلام. فمعناها ان ال 20 دول هيختاروا افضل من يكسبهم. مظبوط. يعني انا مش هجيب رئيس رابطه لازم انا هحط له، لازم يكون فير، ما عندوش انتماءات، ان هو عنده قدره على الاداره قويه، ان هو يقدر يقود تيم يكسبني فيكسب الرابطه، يقدر يفكر لي يعمل لي تسويق، يعني مجموعه. فانت لازم تنشئ الرابطه وتجيب ناس محترفه. ناس وده محترفة مش موجود. تقصد ناس محترفه كمان بتاخد مرتبات، وده يبقى ده شغلتها. ده شغلتها الرئيسيه، انه انت عضو في اللجنه بتاخد مرتب عشان بتادي مهمه في الرابطه. طبعا لان انا يا كابتن هاني، يعني ازاي من يدير القصه دي كلها يبقى اسمه هاوي؟ يعني انا أو متطوع. انا اجيب لو انت جبت احسن مدرب في العالم، احسن مدرب في العالم، والمناخ اللي حواليه كله لا في لا المباريات عارفه تلعب امتى، ولا الملاعب كويسه، ولا في انضباط على اللعيبه، يعني كل واحد هناك عارف مسؤولياته. صحيح. ممكن يتوقف. يعني انا بالصدفه شفت، حتى مش هنقول في كره القدم، جوكوفيتش ما عجبوش قرار حدف الكره ناحيه الحكم، اتوقف. احسن لعيب في العالم. يعني باشمهندس لا ما فيش اي نيه ان حضرتك تترشح لانتخابات الجبلية؟ لا بالوضع الوضع ده اصلا اكون انا واقعي مش هنجح. تمام. بس مش رئيس لجنة لو دخلت مش هنجح. لا بس ان شاء الله، يعني واضح لو في اتحاد كره جاي وهيعمل طبعا رابطه الانديه المحترفه، اعتقد دي ممكن البوابه اللي حضرتك ممكن تخدم فيها او يبقى عندك فيجن فيها بمجموعه معينه من الناس. نعم. بس ده مش موجود. ما احنا وهم مش عارفين هتتعمل امتى، ومش عارفين يعني امتى توقيت. المفروض لو انا هعملها السنه الجايه النهارده بقول لازم تتعمل. ده اجباري. يعني انا شايف ان الموضوع اجباري. والله سمعت، انا بقالي بقول لك من 2006 بسمع اجباري، بس اكتشفت انها مش اجباري خالص. طيب في لسه في ملفات كتيرة جدا، ولسه عندنا اللجنة الخماسية وموضوع الانتخابات ان شاء الله القادم باذن الله قبل 30 نوفمبر ان شاء الله. احنا عندنا انتخابات الجبلية يوم 30، خطاب رسمي فاقل من 3 شهور ان شاء الله. بعد الفاصل هنكمل مع مهندس شريف حبيب كلام في ملفات كتيرة جدا. البيت الكبير. نرجع مع حضراتكم، وطبعا شرفنا المهندس شريف حبيب. كنا بنتكلم على الاداره واتكلمنا على مواضيع كتيره جدا، ولكن خلينا نتكلم على جزء ويمكن حضرتك كنت عامل مباشر فيه، والعامل دوت مع السنين كلنا بقينا فخورين بيه جدا، وبقى رمز وبقى ايقونه لناس كتيره جدا، محمد صلاح. مشوارك مع محمد صلاح اشرحوا لنا كده من البداية، ازاي بدأ لغاية ما كنت انت تقريبا حققت المعادلة انك بتتفق على احتراف محمد صلاح، وراهنت على محمد صلاح، وغير محمد صلاح كمان راهنت على النني. يعني هو خلينا، هي بدأت الفكرة الحقيقة كانت اقترحت، كان وقتها المهندس ابراهيم محلب هو رئيس مجلس الإدارة، اللي هي فكرة مدرسة الموهوبين أو مشروع اكتشاف ورعاية الموهوبين. أقول تملي، إحنا كنا بنعملها في التجديف مثلا، وكنت مشرف على التجديف، واحتكرنا التجديف تقريبا كبطولات. في كرة القدم بقى ابتدت اتعملت في مدرسة في الصعيد، واحدة في الغربية.
وابتدى بقى الكوادر النادي كلهم بيشوفوا يروحوا يحضروا الاختبارات ويشوفوا الكشافين بمعنى لا أو بيبقى فيه اكتر من عين. فحصل بقى ان هو جه في كابتن ريعه وربنا يديله الصحه جه سنه قال لي احنا عندنا في نادي بتاعنا عصمصون في محمد صلاح لعيب كويس وانا شايفه كويس. فقلنا ايه كنا حاطين برضو قلنا لهم موضوع ان احنا نصرف على لعيب لازم يكون لها معايير انا بصرف فلوس وعايز ناتج. فابتدينا حطينا برضو معايير مين اللعيب اللي انا اصرف عليه من الناحيه البدنيه والمهاريه والنفسيه وكده. وابتدى بقى كان محمد صلاح وقتها بيعاني ان هو بيجي من بلدهم على طنطا على يتمرن ويرجع تاني كان مكافح جدا فيها. فجاء قالوا لي فنان بقى خلاص طالما المجموعه دي اقرت بكده فيبقى هو ينتقل الى الفندق. وده كان بالنسبه له خطوه كويسه مريحه يعني. ابتدى بقى دي صوره حضرتك معايا فندق النادي دي الصوره قبل ما يروح بازل بعد ما وقعنا العقد بالظبط على طول. كذا صوره الحقيقه مش صوره واحده هو احنا شايفينها مع حضرتك دي ما كرمناه وهنا دي ما هو كان في الناشئين دي تحت 14 سنه. فجينا وقتها عملنا مجموعه كده زي فريق الامل جمعنا فيها الموهوبين من كل سن بصرف النظر يعني ممكن ده 14 مش مشكله يعني. وحطيناهم مع بعض كلهم واتعمل بقى مقاييس. كان برضو مجموعه الكباتن طبعا كلهم لهم فضل من اول الناس اللي في طنطا اللي هم كابتن مصطفى اوراني وعلاء والمجموعه دي ما نقدرش ان هم برضو كانوا بيجيبوا الناس صحيح. وكابتن فرج انا بس مش حابب انسى حد يعني. وبعدين في عندنا بقى حمدي نوح والشيشيني ورضوان وكل ما وزمزم كل المجموعه دي كانت شغاله بقى. فتعمل تقرير كان 2006 2007 اعتقد نجوم المستقبل كان منهم محمد صلاح كان صلاح صورته تحت 14 طاهر محمد طاهر موجود زيكا كلهم علي فتحي كل بقى نني كان موجود وعز لا نني جه بعديه تمام علي فتحي طيب. كان موجود لان علي فتحي كان موجود معانا فتره من الفترات يعني وهو بيلعب عندنا عزت محمود عزت مجموعه كلها تقريبا لعبت ممتاز وكانت بروميسنج يعني. معلش يا باشمهندس احنا هنكمل طبعا الموضوع ده لانه مهم ويقال يعني ان حضرتك ما وافقتش بهذه السهوله على عرض بازل السويسري في انتقال محمد صلاح له. عايزين نرد على الجزئيه دي لكن حضراتكم يمكن بنفكر حضراتكم ان رجال سله الاهلي بكره الخميس ان شاء الله الساعه 8:30 بيواجهوا الاتحاد السكندري في الصاله المغطاه بمدينه 6 اكتوبر ضمن منافسات الجوله الرابعه من جدول نهائيات دوري السوبر. بهذه المناسبه الكابتن محمود الخطيب النهارده كان حريص جدا مساء اليوم انه يزور الفريق الاول لكره السله رجال بالنادي. طبعا هو في معسكره المغلق في النادي في 6 اكتوبر بيستعد زي ما قلنا لحضراتكم لمواجهه الاتحاد السكندري في الجوله الرابعه. بيحتاج هنا الاهلي للفوز يعني بالنتيجه مجموع الفوز طبعا فيه مرتين لكل فريق. طبعا بنتمنى كل التوفيق لفرقتنا فرقه النادي الفرقه الاول طبعا الفريق الاول لكره القدم كره السله بالنادي الاهلي. طبعا ده الخبر جالنا دلوقتي الخبر ده طبعا يا سهام خلي بالك دايما برضه يا باشمهندس تخش معانا في الحوار دايما مرتبط اسم الكابتن محمود الخطيب بكره القدم ده شيء طبيعي لكن هو رئيس نادي فده طبعا بيتابع اليد والطايره وحتى على اللعبات الفرديه. فده طبعا شيء يحترم من كابتن محمود الخطيب لان هو مسؤول عن كل اللعبات ومش هو بس يعني بيروح لفايلر ويتابع اللعيبه حتى في كره القدم لا كمان على مستوى السله وجميع الالعاب يعني. نرجع مع حضرتك ضروري طبعا هو اللي عنده الاعضاء اللي هم الاجتماعيين والجمعيه العموميه طبعا الجمعيه العموميه كلها ومنشات النادي وتطويرها طبعا اكيد كنادي الاهلي او اي نادي كبير زمالك بيبقى عنده ملفات كتيره يعني لازم يبص عليها ليست بس كره القدم تملي هي اللي بتاخد صحيح العين شويه. هو يمكن برضو كان تعقيبا على طبعا العقد لما جينا نعمله بقى وكان فيه
وعلى فكرة ده ما صلاح بالنسبة لصلاح كان لعب في سويسرا في بازل في لا قبل ما حد يتكلم عليه الماتش كان ودي وهو كان ما اعرفش كان مع مين من المدربين ولعب وماتش ودي في سويسرا ما كان معاه مع وكان اداء يمكن كان معاه كان مع المنتخب الاولمبي كان يمكن ماتش ودي مع بازل كان فريق الاول حتى وبعد كده كان عمل مستوى كويس وابتدى الكلام يعني فهو احنا كان العقد كله كان يمكن كان خلفيه ان انا كنت مسؤول عن جزء كبير من العقود الدوليه فبحكم الخبره بقى فابتديت طبعا كره القدم نشوف يعني ايه اللي ممكن يتحط في العقود تمام العقد بيبقى يا اما بتكسب كويس في الاول يا اما تكسب في الاخر يا اما تبقى بتاخد انسنتيفز او حوافز يعني الكلام فكان جديد شويه عندنا كان كل الحكايه خد ثمنه كذا ومع السلامه لا احنا ابتدينا بص الاول طب ايه الرقم اللي ممكن يكون مقبول السقف بتاعه برضو الواحد لازم يشوف حددته زي باشمهندس انا جبت معلومات مثلا عن هم بيشتروا بكام ولو لعيب افريقي بكام ولو لعيب اوروبي بكام وكان عندهم يعني انا برضو اللي اداني من معلومه جد بتبقى مهمه في التفاوض ان شاكيري فكرة هيروح بايرن ميونخ خلاص رايح بايرن ميونخ فهم خدوا فيه مبلغ كويس فاحنا عندنا صحيح. فرصه يعني بالزبط. فعلى قد برضه هو النيجوشيشن ده اللي ما خلاش حضرتك توافق بالسهوله دي ان المفاوضات تقعد يعني شويه هو لا هي احنا كان في فتره انا ما كنت مشغول في الشركه الحقيقه بعد كده المهندس ابراهيم محلب جه في مره قال لي مش انت بتاع عقود الشركه وبتاع خد خلص لنا الشغلانه دي وهنفوضك انت كمجلس اداره قلت له خلاص كنا حتى في العربية قلت له خلاص ادي الموضوع قمت باعت شوية حاجات بالميل للراجل تعملها تجيلي على طول فجينا بطريقة المفاوضات قدرنا احنا بنتكلم في رقم وصلنا الرقم تاني وابتديت احط قعدنا حوالي 7-8 ساعات بنتفاوض وعشان نوصل للعقد وانا عارف هيقبل ايه ومش هيقبل ايه الحمد لله مشيت الامور زي ما احنا عايزين ان احنا كان عائد اللي هو اعاده البيع كان تقريبا 10% ولا 20% لا كنا اكتر كتير حلو قوي وان احنا قعدتهم هو بيخش لهم فلوس انا باخد فلوس ان هو اشتراكه كنت باخد على اشتراكه عدد مبارياته في الدوري لو عدى عدد مباريات لو خدوا الدوري السويسري لو اشترك في الشامبيون ليج هناخد فلوس لو اشترك في اليورو ليج هناخد فلوس فكانت قائمه كبيره كانوا احنا يعني تقريبا خدت كل اللي هو كل المميزات اللي تقدر عليها فهو قال لي حتى بعت لنا جواب انت يعني في كل المفاوضات خدت كل حاجه وما كانش مفاوضه يعني فقلت له لا بالعكس انت بكره هتعرف انك انت هتكسب لذلك هو اما راح لتشيلسي وكانت الصفقه وكده انا ما كنتش راضي عنها الحقيقه كنت حاسس ان هو فيها نقله جامده شويه فعلا فبس كان المبلغ مغري جدا اكتر كتير من اللي اعلن عنه فانا قلت له محدش يقدر يرفض الكلام ده ومورينيو بقى كلمه في التليفون وكده فحسيت وقتها ان مش انت هتاخد كل حاجه فقلت له قال لي انت كان عندك حق احنا كسبنا كويس قوي احنا الاثنين يعني فالحمد لله يعني هو طبعا ده الاجتهاد انك تعرف العقود الدوليه وبعت لنا شكر ان احنا كان على مستوى احترافي قال ما صادفناش قبل كده في الدول العربيه كان يعني كلام محترم جدا بيشكر فيه مقاولين العرب على الاحترافيه التعامل ده شيء مهم طبعا انك تعترف وحضرتك عايز اسالك على هل مقاولين العرب واخد نفس المدرسه يعني بازل من المدارس اللي هي بتشتري يعني والكلام ده حصل معايا في بازل السبورت دايركتور بتاع بازل قال لي احنا بنشتري صلاح عشان يقعد عندنا 2-3 بالكتير وصلاح بعدها هيتنقل لدور كبير بمبلغ كبير فده بازل عمل كده مع صلاح وبيعمل كده مع شاكيري وعمل مع النني فدي مدرسه حضرتك خرج من عندك صلاح خرج النني دلوقتي طاهر محمد طاهر اعتقد ده كمان كنا طلعنا محمود عزت وعلي فتحي البرتغال يعني وعلي فتحي لعب ايضا محمود عزت وعلي فتحي وديناهم البرتغال دي مدرسه المقاولين دلوقتي انه بيطلع يعني ده من ضمن الانفستمنت اللي حضرتك بتقول لا احنا لازم نكسب فبنجيب لعيبه ونبيعها بارقام كبيره والارقام دي ترجع تاني
ويبقى عملية تفريغ النجوم ده موجود بشكل مباشر. هو لازم برضو الفكر، يعني انت بتحط سياسة للنادي، انت عندك يعني مثلا انا نادي مش جماهيري، فبالتأكيد هيبقى عندي صعوبة في الحصول، فانت بتشوف ايه الاوراق اللي تقدر تحقق بيها دخل ربحة. يعني يمكن برضو المدرسة بازل من المدارس في الإدارة كويسة قوي، يعني تخش فيهم. احنا لما جينا مثلا كنت قعدت بعد ما طلع صلاح في شهر 4 2012، كنت بكلمه عن نيني وكلمته كويس قوي وقعدت اسوقه، قلت له هو هيفيد صلاح وهيدعمه. قعد 8 اشهر قال لي انا ما اقدرش اشتريه الا لما ابيع واحد في مركزه. يعني هو ما يقدرش يجيب النني غير لما طبعا يطلع واحد ويجيب مكانه، واحد لان هو كان كاميروني تقريبا، بالكاميروني وهم عملوا عليه اختبار وكده، فكان يعني بتحاسب في النهايه. طب انا هطلع ده، انا جه دفعت فيه فلوس همشيه كده. فكان طبعا قعدنا 8 شهور متابعين، وبقول له انت برضو بص لها من ناحيه ان القيمه المضافه بتاعتك هتبقى عاليه جدا من صلاح، لغايه الحمد لله ما اقتنع. يعني انتوا باش مهندس قبل، يعني قبل ما يكون عندنا محمد صلاح، كانت الكلمه بمعناها الاحترافي العالمي يعني كنا يعني ما كانتش موجودة قوي. صحيح. وبعدين احنا في مصر عندنا كذا تجربة احترافية عالمية، بس لحد دلوقتي اللي مسمعها هي تجربة محمد صلاح بس. ليه؟ هو يعني هقول، هو محمد صلاح اعتقد يعني هو يعتبر العالمي، لان بتلاقي في الصين بيتكلموا عنه في اي بلد. ما انا بقول المحترف. ليه أقول دي التجربه، ليه التجربه دي بس اللي مسمعها؟ هو كان في نقطه مهمه وانا ذكرتها، ان عشان ينجح ويبقى يسمع، اولا يكون الصفات السمات الشخصيه بتاعته كويسه، مكافح هادئ عايز يتعلم، عايز عنده نظره مستقبليه، هو عنده اراده كويسه. تمام. عارف وده ظهرت مع محمد صلاح، اما جيت قلت له بص لو انت بتدور على الفلوس هتاخدها في مصر هنا، يعني فلوس هتعيشك كويس احسن من عندنا في مقاولين، طبعا هتروح اهلي زمالك واتفر، انما عاوز اسم وحاجه وهتبقى متعبه جدا وهتبتدي من تحت وهتعايش هتبقى في غربه وفي صعوبات كتيره، يبقى هتروح المشوار ده. انت عاوز ايه؟ فلازم انت، قال لي، هو كان قال لي لا انا مش هقعد في مصر، فعنده هو اصرار، عنده كويس. في غيره قال لي لا انا ما اقدرش، ما يقدرش يعيش بره، ما يقدرش يعيش. في ناس كتيره كده. هو عنده بيسمع كويس، بيقدر يستجيب كويس، بيتعلم لغه، ففي مقومات بتقول ان ده هيبقى كويس. ان حد بقى يعني احنا كنا بنسده كنادي طول ما هو هناك، مش مع علاقتنا، العلاقه ما انقطعتش، بالعكس كنت بنشايفينه تجربه، بنقول للناس نفسيه اللعيب المصري ايه؟ ايه الفروقات بيننا؟ وانا عشت معاهم في سويسرا وجنب البلد بازل دي، بقول لهم انتوا ناس صعبين شويه، ما عندكمش حته العاطفه شويه. اللعيب المصري لو قلت له كلمتين جامدين من بتوعك ده هيقع، مش هتاخد منه حاجه، مش هتعرف تقومه تاني. وكلاء اللعيبه ليهم دور ايجابي ولا سلبي؟ وهل في تجربه محمد صلاح ليهم ليه دور ايجابي؟ وكيل اعماله هو ده اللي مؤثر بشكل كبير في الشكل اللي احنا، يعني محمد صلاح برضو ايمج، يعني ده اللي مؤثر عليه برضو وكيل اعمال اللي بيتبع ليه. بالنسبه لوكلاء اللعيبه في مصر، انا اتمنى ان يكون الدور بتاعهم احسن. هو مش مجرد ان ببيع بقى اللعيب، ان انا بفهم اللعيب ده يعني يعني احنا محمد نيني احنا قمنا بالدور في النادي، عملنا له لقطات وايه مميزاته وايه عيوبه، يعني الموضوع مش صدفه، مش بيقوم عن طريق الصدفه، بنوري له، لان هو انت بتعمل عمليه ماركتنج، فلازم تبقى بشكل احترافي، مش مجرد اودي اللعيب ده هنا وكده، انما بقف مع اللعيب، بتطور المنتج بتاعك. اللعيب ده منتج وانت بتلمعه، وده يعني مشكله عندنا ساعات ان احنا ما بنعرفش يعني نعرض السلعة بتاعتنا بشكل كويس، يعني بنرخص شوية سلعتنا، لكن دور الايجنت اعتقد في مصر لسه ما وصلناش للايجنت اللي هو ممكن يدير الديل بشكل يناسب او بشكل احترافي بشكل كبير. محمد صلاح والايجنت اللي هناك في اعتقادي الشخصي ان هو
رغم ان هو الايجنت طاف شويه في بعض ردوده، لكن خد صلاح في حته اللي المفروض كل الناس تعملها، انك محمد صلاح انت مالكش دعوه باي حاجه بتحصل بره الدنيا غير في الملعب، تركيزك في الملعب بس، اي حاجه بالنسبه لماركتنج لتسويق لاعلانات لكل دوت هو بيقوم بيه وبيشيل المشاكل عنه. الجماعه الالمان اللي كانوا في سويسرا انا في رايي كانوا افضل من موجود معاه حاليا، اللي هو افضل من رامي. والله افضل من رامي. لا، لان هو اولا بيقدر، يعني انا فاكر كويس عندي صوره اول بوستر اتعمل لصلاح في بازل، فبقول له انت شايفه ايه، يعني كان هو عمل له زي لوك كده شكله، فبقول له انت شايف من ايه احسن حاجه فيه، قال لي ابتسامته. هو شايف كده يعني، وعمل له اللوك ده، فما ظهر في الاحتفاليه اللي هو كان خد فيها احسن لاعب او حاجه كده. لا، هو لسه في سويسرا، هو لسه في سويسرا. يعني كان في احتفاليه من احسن لاعبين الموجودين، شكله مختلف. ان هو كان لازم تتعلم لغه، هو كان مصر ان يعمل ازاي، يعمل انترفيو كل ده، مش بس بيفكر في اللعب. لا لا، مش بس مش بس لعيب كرة القدم، لعيب في الملعب. لا طبعا في عوامل كتيرة جدا، في عوامل كتير. اعتقد اللي كان معاه في المانيا اضاف له كتير جدا، اضاف له هي اللي بتصنع اللاعب المحترف وسعة المدارك 100%. وعشان كده صلاح بيبقى دايما بنلاحظ الانترفيوز بيبقى، يعني بجانب انه اتعلم لغة، وصلاح يعني اتعلم دي ساعدته كتير جدا جدا، انه بدا يتعلم والانترفيو خارج بشكل احترافي كبير جدا. فانا في اعتقادي الشخصي، انت بتسالي ليه اشمعنى صلاح راح في الحته ديت، لان تجربته مسمعه. انت لما تيجي تتكلم عن حد النهارده دخل في ليفل تاني، هي التجربه الابرز. هو برضه كان في نقط موفقه، ان هو طلع صغير طبعا، طلع عنده طموح. يعني انا اتملي اقول من الصعب ان لعيب يتشهر في الاهلي والزمالك وينجح بره، صعب قوي. لانه هو هنا اتعود على، خد دخل كويس، جاب عربيه، جاب بيت، في كل مكان الناس بتسلم عليه، بيروح هناك يلاقي نفسه مجهول، ما حدش هيبص له، فبيقع نفسيا، ده طبيعي. انما اللي هو لسه عاوز يبقى كويس ولسه ما شافش الميديا، فدي بالنسبه له ما فيهاش مشكله، فبتبقى صعبه جدا. لذلك معظم اللي هم طلعوا من هنا مشهورين معروفين في مصر هتلاقيهم ما نجحوش. ما نجحوش. هو التجربه الابرز في تاريخ الكره المصريه الحقيقه. يعني لو طلع متاخر واتشهر هنا ما كانش هيحقق كده، طبعا خروجه صغير. وخلي بالك خروجه صغير في مع الكاركتر، مع الشخصيه، هي دي اللي بتبني النجاح على سنين طويله جدا. وتجديد كمان الطموح والتاقلم. لا كمان انت سهل تتاقلم وانت صغير، كل ما تكبر الموضوع صعب. بيبقى صعب. ايه يا باشمهندس العائد المادي اللي دخل المقاولين العرب؟ بتحكت من ساعه محمد احترف بره. انا بقول ما بحبش اتكلم عن الفلوس. ليه يا فندم؟ ما انت حضرتك من ساعه ما قعدنا عمالين بنتكلم عن الفلوس. لا. وازاي نصنع الفلوس؟ لا عشان الناس تتعلم من التجربه. ما هو النهارده، ما احنا النهارده معانا تجربه كانت سبب بشكل او باخر في نجاح مشروع اسمه محمد صلاح او الاسم ده. فحضرتك كمان اللي ابرمت هذا العقد. لا انا هقول لك، قول لي بس عقد الرعايه بس كام، عشان انا مش بصي انا مش بحب اتكلم، وهي كانت يعني احترمتهم هناك، قالوا لي ما تحاولش تتكلم عن كده الامور بتبقى كانت هي سر بس عادي يعني بشي. ممكن هي حاجات يعني هو الرقم يعني مش لازم يتقال، هو بيقول ان في رقم محترم دخل من الرعايه. ولان خلي بالك برضو سام بيبقى في بعض يعني انا على سبيل المثال لما اتكتب فعادي انت هتاخد بونص كذا، بس لو الناس عرفت او احد اللعيبه عارف انك بتاخد البونص ده هيتشال عليك غرامه. ده عليك انت يا كابتن، بس النادي ممكن يقول. لا في عقود. عارف يعني ان هم مره ممكن جه بعتوا لي ان انت قلت رقم وكده، قلت لهم هاتوا الكلام ده، قلت لهم ده واحد كتب من دماغه، انا ما قلتش حاجه. تمام. فيعني بيتحفظ. انا يمكن انا عايز اقول لحضرتك كويس ان انا هنا، لان انا احب من خلالكم اوجه رساله له ولنني. ليه محمد صلاح ولنن؟ محمد صلاح حاجتين قلتهم له قبل ما يسافر، قلت له ان شاء الله هتنجح، بس المهم تقعد 10 سنين ناجح، تقعد اطول فتره تستمر. وانت على القمه ده محتاج مجهود ضخم جدا، محتاج تطوير في ادائك. هو حقق حاجه كويسه، انا كنت يعني الحقيقه بقول له نجاحك 50% بره الملعب، صحيح،
فانت فهو حققها فعلا يعني هو متواجد في بشكل كويس في ال في تاثيره في المجتمع في انجلترا كويس. قلت له بقى يعني انت عندك كنت وقت بقول له شوف رونالدو وميسي عندهم فلوس تكفيهم العمر بس لا زالوا على القمه. صحيح. إتو قعد مسافة طويلة قوي هو نجم ستار قعد سنين طويلة. هل أنت إن شاء الله ما تنجح الكلام ده قلت له بعد اللقطة اللي هو كان خد فيها أحسن لعيب في إفريقيا ناشئ وهتقدر تبقى تنك في صعود. أنا في رأيي السنة اللي فاتت ما كانتش موفقة قوي أتمنى أن هو ليه يا باشمهندس. لا يعني شايفة ما كانتش يعني ما كان... أنت فاكر أول ما راح البريمير ليج وليفربول كان في يعني كان في ما بين قوسين كده يعني حاجات لا الموضوع مش هيمشي. بعدين السنه الاولى عمل ريكورد وهداف الدوري الانجليزي فالناس طلعت قال السنه الجايه لا انا هنقل هنقل تعليقات الانجليز نفسهم هم بيقول حتى بيقول لك ما بيلعبش بالقوه والشراسه اللي كان في الموسمين الاستثنائيين دول. الحاجة التانية ان هو حتى ما دخلش في التشكيلة الأساسية لأحسن 11 في السنة دي خرج من حاجات. فهو من بعد إصابته ومن بعد كورونا كان في شوية حاجات انا اعتقد ذلك يعني مش هو الموسمين اللي هم كان فلاشنج جدا ده كان موسمين رائعين بكل طبعا. المقاييس أكيد. انا في رايي انا مش برضو انت تقدر تقول يعني شراسه على الجول والتهديف لا ممكن لا طبعا عمليه التهديف ما هو مش بعيد برضو انه احرز اهداف اعتقد طلع الرابع او الثالث على مستوى البريمير ليج ده شيء جيد جدا لكن اكيد طبعا في الهزه دي بتحصل بس هو جدعانه بقى انه بالزبط. ينط ويوصل تاني وهتلاقي في حاجات نيجاتيف شويه طلعت لا انا اتمنى طبعا واثق ان شاء الله ان هو يقدر يرجع يعمل موسم اقوى لان سحب شويه من الجمهور الانجليزي شديد طف جداً في ثانيه يقلب عليه طبعا. الرساله الثانيه محمد النني انت جات لك الفرصه انا يعني ان هو ترجع تاني صحيح. امسك فيها ولازم تتطور مع الزمن يعني لازم كل فتره تقدم جديد صحيح. انت النهارده اللي مقبول اللي كان مقبول منك النهارده مش هيبقى كده فانت فوز الاثنين السنه دي اتمنى انهم يعني كما عهدناهم يشرفونا ويرجعوا كما كانوا ويبقى في مصاف اللعيبه الاولى هلا يعني. الاهم طبعا. دلوقتي يا باشمهندس هل احنا عندنا تجربه او اسماء نقدر نقول عليها هتبقى زي محمد صلاح عندنا الاسماء دي هل في اسماء قريبه في انا اتكلمت مع كابتن هاني لان في اختبارات نفسيه يعني المهاره ده جزء في اختبارات تاني والشخصيه ونفسيه علشان يقدر تقول ده لعيب عالمي ولازم نبتدي نزرع بتقول ان السمات الشخصيه بتفرق ده جدا ده لا جدال دي هي رقم واحد قبل الفنيات يعني قبل الفنيات السمات الشخصيه يعني في واحد مجتهد يعني واحد فنياته عاليه بس اصراره ضعيف واحد فنياته اقل بس اصراره اعلى هتلاقي احسن ده بيجيب منتج اكتر بيجيب منتج اكتر احنا محتاجين الكلام ده من البدري قوي من السنين الاولانيه يعني انا فاكر كويس الكابتن الجوهري كان صلاح يفتكر وحمدي نوح قال جه انا بقول له احنا عايزين نعمل التجربه وجه الله يرحمه شاف اللي احنا كنا عاملين الفندق الناشئين والحاجات قال لي حاجات دي جميله مش موجوده الا في اوروبا يعني قال لي انا هقول لك على مدرب صربي ده بتاع المرحله دي يعلمهم يعني احتراف يعني يعمل ايه مش بتاع كوره وقال لي انا فاكر كويس اوعى تلاقيه كويس تاخده فريق اول قال لك كده علشان مش بتاعته الفريق الاول يعني هو يتعامل في المرحله السنيه دي بشكل جيد لكن مش بالتبعيه الفريق الاول الضباط والساعه 6 الصبح ومش عارف ايه وتعمل ايه يعني حياه اكنه شويه بره اعتقد وله صوره مع صلاح وحمدي نوح وكده قد يكون فنيا مش كويس بس هو نفسيا بيقدر يتعامل معاهم كويس بيقدر ينقل لهم الصوره ده مهم جدا احنا في الناشئين من الاول قبل ما يبتدي يتغرس يعني الاصرار اهم من الموهبه طبعا وابتدي اعرفه الاحتراف مش انك تاخد عقد وتاخد فلوس بس وكله عندهم كده انا محترف عقد واديني فلوس لا أيوه. طب حضرتك شايف مشكله في عقود كمان حضرتك كتبت عقود على المستوى الدولي وكنت مشكله العقود برضو مرتبطه باللاعب عقود اللاعب
بشكل سطحي كده حتى هنا في مصر موضوع الاحتراف انك تدي له هاخد كام في السنه وهمشي امتى، يعني كلام ممكن يتكتب في ورقه واحده. انا عقدي كان 14 ورقه، يعني عقدي كان مكتوب 14 ورقه مليانه. ده العقد فيه بنود كتيره جدا على مستوى الشخص، انك انت مسؤول عن نفسك. لو ركبت موتوسيكل وقعت احنا مالناش دعوه بيك، انت تروح تتعالج. الانشورنس بتتكلم على نفس القصه، لو زحلقت على التلج وقعت احنا مالناش دعوه بيك. بتتكلم ان انت لو في يوم من الايام خلال فترتك في التعاقد لو موجود في مكان يشور الشبهات او هيبقى عندك عقوبه. يعني بقول لك 14 صفحه. هل عقود اللاعبين هنا الموجوده بالرغم الارقام الكبيره دي؟ العقد بتاع صلاح حوالي 26 صفحه. طب انا قعدتك فيهم كتير يعني، لذلك قعدنا وقت طويل. هو هقول لحضرتك، هو طبعا هو ده لازم يعرفها من الثقافه من بدري، ان الموضوع ما فيش واحد تقدر تسيبه طول السنه بيعمل كده وبعدين تيجي تقول له لا ده في انضباط، ما ينفعش. او تيجي تحاسبه. فده مهم جدا ان هو يبقى عارف يعني عقده والتزاماته. انا فاكر انني قال لي انا هاخد كام، قلت له مفيش رقم يا فلان. يعني هاخد، تقعد تقول له ده هتعمل يعني هاخد كام، اقول له لا ما عملت كده هتاخد كده، ما عملت كده هتاخد كده. فانت مفيش ايه، هو تعرف الرقم ثابت يعني، مفيش رقم، ممكن تاخد الرقم ده وممكن تاخد ده. صحيح. فالفكره هي كلها انا شايف انك انت لازم ترعى. يعني كان في مشروع سمعته ان احنا هنعمل 1000 محترف او كده. الكلام ده فعلا الكلام له ده على مستوى انا عايز تخطيط وعايز اعمل حاجه. عندنا مشكله في المواهب يا باشمهندس؟ لا ما عندنا. مليئه في المواهب. وانا اقول لك المواهب خارج القاهره اكتر من اللي في الداخل، من جوه القاهره يعني. انا كنت ماشي في موضوع الرياضه ده، عملنا رياضه وانا محافظ في المدارس ان احنا نحول المدرسه بعد يعني في القرى وكده ما فيش نوادي، تبقى هي النادي بعد الفتره الدراسيه بتتحول لنادي والصيف تبقى هي النادي، فيها رياضه وفيها ثقافه وكده. فعملنا قلنا نيجي نعمل، جبت كليه التربيه الرياضيه في بني سويف، قلت لهم عايزين نعمل قياسات على الاعمار الصغيره دي، مين ايه المرونه القوه، ونقدر نقول ده ينفع ايه. فاكتشفنا حاجات، واحد مثلا عمره ما لعب جله ولا يعرفها وبيرميها زي واحد بيتضرب له 5 سنين، ده قوه طبيعيه، تالنت يعني، موهبه طبيعيه. واحده بنت بتعمل العاب جمباز ما يعملهاش واحد محترف، هي كده. فقلت لهم انت احنا قلت لهم احنا ما بنصنعش الذهب، احنا بنكتشفه ونلمعه، انما لو ما طلعتش الذهب مش هتجيب ده. ده صحيح. فانت عاوز تدور بقى على التالنت. احنا كنا بنجيب من التجديف، هو قوي بنفسه بيخش شويه تدريب خلاص بقى الاول. يعني احنا موجودين هذو، بس عايز بقى توجههم وتعمل يعني في برنامج. صلاح يمكن احنا محطينا وهو والنني وزيكا وكده، كان مع كابتن رضوان. انا معتقد ان اللعيب اللي ما وصلش 16 سنه ومش باين يبقى متأخر. فقلت له انت ما يجيش 21 سنه ويقول لك ده ناشئ 21. ده بيليه خد كاس العالم 16 سنه يعني. فبقول له كابتن هاني رمزي كان عنده تجربه احترافيه من وهو صغير في السن جدا يعني. الميكروفون مع حضرتك عشان قدامنا 3 دقايق. فقال لي لا ما هنبتدي فيها. طب قول بس مش يعني لنا لقاء تاني، لان انا طبعا في فرق كبير كده. كنت حابب ان انا قعدت 15 سنه، فده بالتاكيد ادتك ثقافه. قعدت حوالي في فيردر في نيوشاتل، قعدت حوالي 4 سنين سويسرا والمانيا واربع سنين، وبعدين 7 سنين في كلايزر. اكيد شفت. انا عايز اسالك من الاول، ايه احسن مدرب دربك اثر فيك؟ احسن مدرب وانت صغير. وانا صغير في مرحله صغيره طبعا قطاع الناشئين كابتن انور سلامه، كان يعني من المدربين اللي انا شايف ان هو انا استفدت منه على مستوى الشخصيه وعلى مستوى الالتزام. كابتن طبعا محمود الجوهري ما فيش شك. في اوروبا كان في 2 مدربين طبعا، انا اخذت من اولي شتيليكا، ده مدرب الماني كان موجود في نيوشاتل. انت عارف الشخصيه الالمانيه بتاخد منها الالتزام بشكل كبير جدا، وساعدني ان انا اتنقل بشكل سهل جدا من دوري السويسري. دوري على المستوى الاوروبي اقل شويه من الدوري طبعاً الالماني. شخصية السويسرية مختلفة عن الشخصية الألمانية، فده كان الستيب بالنسبة لي ان انا اطلع من سويسرا على ألمانيا. وطبعا اوتو راهاجل ده ايه اهم صفة
بتشوفها في المدرب مهمة وتأثر في مستواك؟ أنا شايف إن المدرب لو ما تميز بنقطتين مهمين جدا على إن هو يفيدني ويطور من أدائي على المستوى الفني، ويكون كمان الحتة اللي كانت موجودة عند الكابتن جوهر لازم تكون موجودة، إن هو بيبقى يعمل المعادلة إن أنت بتحترم المدرب وبتحبه، وعلى الجانب النفسي ان انت ممكن تشتغل مع نفسي اكتر. يعني مدرسه يورجن كلوب، المدرسه اللي هي في العلاقه اللي بره الملعب. يعني اوتر هاجل كان يجي بعد التمرين يلاقيني متضايق، ايه يعني خلصت شاور؟ طب خلص تعالى عشان ننزل نتغدى انا وانت. ده المدرب ياخدك نتغدى ونقعد نتكلم شويه ونشرب قهوه. طب ايه العلاقه ديت؟ اعتقد علاقه مش اللاعب المصري بس اللي محتاج دي، لكن اللاعب الاوروبي بمستويات اقل، يعني بمستويات اقل يعني. فديت يعني ديت من حاجات كتيره قوي قوي يعني الواحد مر بيها اتعلمتها. وممكن إيه اهم فرق في طبعا انت عندك انت اتعاملت مع ادارات في اوروبا، اتعاملت مع ادارات هنا واجهزه، ايه الفرق الواضح الادارات ما بين ايه؟ انت في اوروبا، انت في علاقه بين اداره النادي واللعيب والجهاز الفني طبعا، وعندنا ايه الفرق الكبير؟ الفرق لا ده هنا العمليه ميكس شويه زي ما بيقولوا، يعني هنا هنا ما فيش تخصص بشكل واضح ان انا عندي مشكله اداريه. انا كان في واحد في المانيا، من اول ما وصلت لالمانيا، من اول ما خدت يعني نزلت المطار لغايه ده كان اداري بالنسبه لي، جايبينه علشان هاني رمزي يبقى هو اللي ماشي معاه في كل الخطوات لغايه ما يسكنه، وعنده اي مشاكل بيجيب لي تليفون، بيجيب لي عفش، بكل الحاجات ديت. عندي اي مشكله اداريه ما بتكلمش مع المدير الفني، يقول لي انا ماليش دعوه اطلع لرئيس النادي. لو عندي مشكله فنيه اطلع لرئيس النادي يقول لي انا مالي بالكلام ده، انت عندك فموضوع التخصص ده موجود بشكل اكتر من رائع في اوروبا، بشكل كل واحد بالظبط عارف دوره. هما بيقولوا لي طبعا احنا انا عارف ان حضرتك عندك اسئله كتير، لكن اوعدني ان احنا اكتشفنا مهندس شريف حبيب في موضوع المذيع ده برضه. فالمره يعني الجايه حضرتك هتقعد متألق يعني؟ لا مش متألق، هو بس اكيد حضرتك بتسال الاسئله ديت وفي ما بين السطور حتى اجابات، يعني مش طبعاً مش بس هو مش بس هو مجرد اسئله. إيه؟ انت في اي حاجه الخبرات لازم تتنقل ولازم تتوثق ولازم نستفيد فيها. يعني انا مثلا انا عندك ان هو النماذج الناجحه في الاحتراف الخارجي مش كتير في مصر، هو كابتن هاني، احمد حسن، عبد الظاهر السقا، اسماء كتيره جدا باش لا مش كتيرة. بس احنا على المستوى خلينا نتكلم على مستوى نتكلم على مش هينفع نتكلم يعني بس احنا هيقطعوا علينا دلوقتي، لكن بجد حوار رائع مع حضرتك يعني. شكرا جزيلا ليك، ان شاء الله شرفتنا. يعني سعدت باللقاء معاك، وان شاء الله نقدر نتكلم بعد كده بقى بخطوات ان شاء الله عمليه ضروري. هنعمل ايه بكره ان شاء الله؟ ان شاء الله. بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا. بنشكركم جدا، بكره حلقه جديده في البيت الكبير. شكرا ليك.